أنواع الإصابات اللي يتعرض لها الحبل الشوكي، في عنا نوعين من الإصابات، في إصابات كلية أو إصابات كاملة للحبل الشوكي، وهو يعرف بتصنيف إصابات A أو آسيا A. آسيا اللي هي American Spinal Injury Association، هو الجمعية أو الرابطة الأمريكية لإصابة الحبل الشوكي، عملت هذا التصنيف إصابات الحبل الشوكي. فالتصنيف الأول نحكي آسيا A، وهي لما تكون عندنا الإصابة كاملة. نقصد في إصابة كاملة لا يوجد إحساس أو حركة تحت مستوى الإصابة، وهذا بنسميه آسيا A. هلا بقيت أنواع الإصابات بتكون إصابات جزئية، وهذا يعني إنه المصاب بعد الإصابة يحافظ على جزء من الإحساس أو الحركة تحت مستوى الإصابة. وهذا أنواع، في عنا آسيا بي وسي ودي للتفاصيل. بتفرق كتير لما يكون مريض عنده إصابة كاملة أو إصابة جزئية. معظم المرضى اللي عندهم إصابة جزئية بتحسن خلال أول 6 شهور إلى سنة. غالبية المرضى اللي عندهم إصابة A نسبة التحسن ضئيلة، وهذا مهم إنه بعد الإصابة لما نفحص المريض بعد الإصابة نحدد شو نوع الإصابة، هل هي إصابة كاملة A أو إصابة جزئية. هلا للأسف في بعض المرضى بيكون إصابة جزئية بس نتيجة نوع الإجراءات اللي بتصير لهم داخل أو بعد الحادث أثناء فحصهم موقع الحادث أو عند نقلهم للمستشفى، بعض الإجراءات تكون غير سليمة ويتم تحريك المريض بطريقة غير صحيحة، فبيؤدي إلى تحويل الإصابة من إصابة جزئية إلى إصابة كاملة. عشان هيك بنحكي أهم جزء في علاج هذول المرضى بعد الإصابة بعد الحوادث هو نقلهم بطريقة سليمة. هلأ بعض المرضى احنا لا نستطيع ان نحدد انه عنده إصابة بالحبل الشوكي او لا، فاحنا اي مريض بإصابة او بحادث نفترض انه عنده إصابة بالحبل الشوكي ما لم يثبت العكس، فيجب التعامل معه على انه مريض إصابة حبل شوكي أو إصابة بالعمود الفقري. هلا غالبية إصابات الحبل الشوكي ناتج عن إصابة بالعمود الفقري زي ما بنعرف، يعني مريض بيكون بعد حادث صار عنده كسر بالعمود الفقري، وهذا الكسر أدى للضغط على الحبل الشوكي، أوكي، وعمل كدمة أو قطع بالحبل الشوكي ونتج عنه إصابة بالحبل الشوكي. هلا بعض الإصابات الجزئية أو زي ما حكينا غالبية الإصابات الجزئية بتتحسن، وهذه الإصابات الجزئية قد تكون إصابات جزئية بالإحساس، يعني المريض بحافظ على جزء من الإحساس أسفل مستوى الإصابة، أو بحافظ على جزء من الحركة بعد الإصابة تحت مستوى الإصابة. أي نوع من الإصابات الجزئية يتحسن بنسبة عالية.